هذا البرنامج برعاية الفراولة، فاكهة الرشاقة والحب والجمال، أو الذهب الأحمر، من أهم المحاصيل التصديرية، ومصر بتحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج وتصدير الفراولة. كاميرا مصر الزراعية بتتابع عمليات الحصاد للمحصول. التعبئة بتبقى مرحلة، يعني في نوعين من التعبئة، نوع التعبئة الطازجة، الفراولة لما تكون طازجة بنصدرها طازجة في بانيت وفي كراتين، وتصدر مباشر للندن، لروسيا، للدول العربية، للدول الأوروبية كلها، وجنوب شرق آسيا بنصدر له برضو فراولة. ده بتصدر طازة في بانيت. البانيت ده بياخد 250 جرام فراولة، بيتحط في كرتونة زي ما حضرتك هتشوفي دلوقتي. الكرتونة بيبقى فيها 10 بانيت، يعني 2.5 كيلو، بتطلع من المزرعة في تلاجة لمحطة الإعداد بتاعات فرزها تاني، وبتتصدر في نفس الوقت، تطلع للمطار وتتصدر، يعني الصبح بتكون موجودة في الدول دي. يعني الفراولة دي في الدورة الأولى بتتصدر كلها طازج، الدورة الأولى كلها بتتصدر طازج. الدورة الأولى دي الفدان يجيب له 2 طن 2.5 طن، الدورة الثانية بقى اللي هي موجودة دلوقتي اللي هنبدأ فيها دلوقتي، الفدان يجيب له 8 طن 10 طن، بس بيصدر بقى مجمد، بيصدر مجمد. الدورة الأولى بنبقى زارعين أم واحدة، الأم الواحدة دي بتظهر نورة واحدة أو مجموعة أزهار حوالي 15 زهرة. ال 15 زهرة دول بيعملوا لهم 200 جرام 150 جرام 250 جرام، وهي بتنتج الدورة الأولى دي أو مجموعة الأزهار الثانية بتكون جايبة فسائل حوالي 3 4. الثلاثة أو الأربعة دول بيظهروا هم كلهم في شهر 2 زي دلوقتي، زي ما حضرتك شايفها، لو أنت شايفها دلوقتي بيظهروا دلوقتي. فلما تضربي 4 × 15 ب60 ثمرة، وتم الدورة الأولى كانت 15 ثمرة. عمليات المكافحة للأمراض والحشرات بالنسبة للفراولة بتتم من خلال طرق مكافحة عضوية وبيولوجية، وعمليات الجمع بتتم بحرص شديد بسبب حساسية ثمرة الفراولة اللي بتشبه لحد كبير قلب الإنسان. أيوة، الثمرة دي للتصدير، شايفة الانسيابية بتاعتها، ما فيهاش أي تشوهات أي حاجة، دي بتروح تصدير، دي بتروح سوق محلي. شو الفرق بين الاثنين؟ أدي دي منظر ودي دي منظر. طبعا البانت اللي بتعمل فيه دي بيبقى كله سيمترية واحدة، كله مقاس واحد، كله سمك واحد، تمام، كله فيه مدبب من فوق مخروطي. انما دي طبعا ما تروحش، تروح سوق محلي مع نفس النبات، الاثنين من نبات واحد. ده الفرق بين اللي بيروح محلي واللي بيروح تصدير. اكتر الدول اللي احنا بنصدرناها اقول لحضرتك، فيه مثلا لندن بنصدرناها، روسيا، ودول جنوب شرق اسيا، الدول العربيه كلها بالاجماع. الفدان الفراوله بياخد شتلات بحوالي 14,000 جنيه، ده من الشتلة، ماشي، وشبكات تنهيط وحاجات من دي حوالي 15,000 جنيه. العمال، العمالة، الفدان معدله اليومي من أول الفراولة ما تتزرع لغاية ما تخلص 2 عمال يوميا من أول 1/9 لغاية 30/4، 2 عمال يوميا. يعني الفدان بيكلف له حوالي 25,000 جنيه عمالة، أجر عمالة، زائد 14,000 جنيه زي ما قلنا شتلات، زائد 15,000 جنيه الشبكة. يعني الفدان بحوالي بيكلف له بتاع 55,000 جنيه. ده بخلاف بقى المبيدات الحيوية،
المفترسات اللي احنا بنحطها للحشرات بخلاف النظافة والحاجات دي كلها والتسميد الأسمدة. هو من ناحية التسميد ما بيكلفش كتير كنا معاكم النهاردة بنرصد مشاكل الذهب الأحمر من محافظة البحيرة مركز بدر. كانت معكم عبير سعيد، برنامج الأرض، قناة مصر الزراعية.